بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، في إطار نظام التعليم المطور للانتساب التابع لكلية إدارة الأعمال جامعة الملك فيصل قسم نظم المعلومات الإدارية، يسرني أن أتقدم إليكم اليوم بالمحاضرة الثالثة من مقرر تكنولوجيا المعلومات 1. في المحاضرة الأولى تطرقنا إلى مبادئ عامة في تكنولوجيا المعلومات، وفي المحاضرة الثانية تكلمنا عن المعدات، عن وسائل إدخال، وسائل إخراج، وكذلك تكلمنا عن وحدة المعالجة المركزية. في هذه المحاضرة سنخص بالذكر الذاكرة والأداء Memory and Performance. فبالنسبة للذاكرة هي عبارة عن وسائل، سواء دوائر إلكترونية أو معدات، لكي نحفظ فيها البيانات. نقصد بالبيانات البيانات العادية، هذه مثل اسم الطالب، مثل درجة الطالب، وكذلك البيانات التي تحتوي على تعليمات البرمجيات والتعليمات التي تنتظر أن تنفذ من قبل وحدة المعالجة المركزية. فيمكننا تقسيم أنواع الذاكرة إلى نوعين. فكما قلنا، يعني البيانات في الحساب وقياسي على الذاكرة، هذه بالنسبة للعناصر المحاضرة. نبدأ بأنواع الذاكرة. نتكلم عن تمثيل البيانات في الحاسب وقياس سعة الذاكرة. في الموضوع الثالث أو في الفقرة الثالثة نتكلم عن الذاكرة الثانوية وأنواعها وتخزين البيانات فيها، وقبل الأخير نتكلم عن أداء الحاسب، وفي الأخير نتكلم عن أنظمة التعديل. كما سبق وأن ذكرت أنه يتم تخزين البيانات ثم استرجاعها فيما بعد من طرف الحاسب، نقصد به وحدة المعالجة المركزية، في مواقع تخزين. هذه المواقع تسمى بالذاكرة، حيث يتم تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية. بالنسبة للذاكرة الرئيسية يمكن اعتبار الأنواع التالية: ذاكرة الوصول العشوائي، وهي أشهر ذاكرة رئيسية، أشهر نوع من الذاكرة الرئيسية، وتسمى بالإنجليزي رام أو Random Access Memory، تسمى وتستعمل لتخزين البرامج والبيانات، يعني نقصد بها المدخلات والمخرجات التي يتم العمل عليها بشكل مؤقت حتى ينتهي الحاسب من معالجتها، فيقوم بنقلها وحفظها في الذاكرة الثانوية أي القرص الصلب. الشيء المهم والملاحظة المهمة هنا أن هذه الذاكرة هي يعني ذاكرة نسمى بالذاكرة الرئيسية، ولكن لها خاصية ثانية، هي عبارة عن ذاكرة متطايرة. يعني عندما تفقد التيار الكهربائي، هذه الذاكرة تفقد كل محتواها عند مجرد انقطاع التيار. تقسم الذاكرة إلى مجموعة مواقع متساوية في الحجم، ولكل موقع منها عنوان خاص به، وهذا العنوان هو عبارة عن التقاطع ما بين الصف والعمود، هي عبارة عن مصفوفة فيها صفوف وفيها أعمدة، فالتقاطع هذا ما يسمى بالعنوان. وتسمى وحدة سعة الذاكرة بالبايت، هذا يعني السعة، يعني نتكلم على كيلو بايت، الميجا بايت، كما سنتكلم في السلايدات أو الشرائح التي تأتي بعد، ونرى كل الوحدات. فالبايت هو عبارة عن 8 بتات، والبت هو عبارة عن 0 أو 1. ففي أيامنا هذه طبعا الذاكرة الرام تحتوي على بضع جيجابايت، والجيجابايت كما ترون هو عبارة عن يعني 1000 ميجابايت، والميجابايت عبارة عن 1000 كيلوبايت إلى آخره. فهذه بالنسبة للحواسب في أيامنا هذه. الشيء المهم أيضا الثاني بالنسبة للذاكرة هي سرعة الذاكرة بالزمن، يعني أو بالثانية، يعني ما هو أو بالأجزاء الثانية، ما هو الزمن الضروري للوصول إلى أي موقع من الذاكرة سواء أثناء القراءة أو الكتابة. تقدر سرعة الذاكرة الرئيسية أقول المستعملة في الحاسب الشخصي الحالي بالنانو ثانية، والنانو ثانية هو عبارة عن 1 يعني جزء من المليار من الثانية. أما بالنسبة للذاكرة الثانوية مثل الهارد ديسك التي تطرقها فيما بعد، فسرعتها يعني تقدر بالملي ثانية، يعني هي أبطأ من الذاكرة الرئيسية طبعا. الدوائر الإلكترونية في الذاكرة، تصنع الذاكرة من دوائر خاصة على شكل شرائح، يتم تجميعها على بطاقات صغيرة ما يسمى بالميموري كارد، وتثبت في ثقوب خاصة
على اللوحة الأم، وتتراوح سعتها من 128 ميجا بايت إلى حوالي 4 جيجا بايت. هذا بالنسبة للحواسب التي نتعامل معها يعني في أيامنا هذه. النوع الثاني من الذاكرة الرئيسية، نبقى دائما في الذاكرة الرئيسية، النوع الثاني هو نوع مختلف يعني غير متطاير مثل الذاكرة الرام، ويعني وحجمه يكون طبعا أصغر، ويسمى بذاكرة القراءة فقط، ويسمى بالروم، والسعة طبعا تكون أقل بكثير من سعة الذاكرة ذاكرة الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي. ذاكرة الروم تحتوي على التعليمات الضرورية لكي يبدأ الحاسب أو المعالج الميكروي إن صح القول عمله، كاختبار الذاكرة والأقراص، ثم يتم تحميل نظام التشغيل ويندوز مثلا أو لينكس إلى الذاكرة الرئيسية من خلال القرص الصلب، وعرض واجهة وعرض الواجهة يعني هذه الواجهة التعامل مع نظام التشغيل ليتعامل معها المستخدم، وتسمى هذه العملية بالاستنهاض. فالاستنهاض عبارة عن عندما أنت تفتح التيار الكهربائي، فأول شيء يدخل إلى المعالج الميكروي هذا البرنامج الصغير الموجود داخل ذاكرة الروم. بدون هذا البرنامج لا يشتغل الحاسب ولا يبدأ يعني ولا يشتغل حتى نظام الحاسب ولا بعدها نظام التشغيل. فالمرحلة الأولى يتم تنزيل بطريقة أوتوماتيكية هذا البرنامج الصغير المكتوب من طرف الشركة التي صنعت الجهاز من ذاكرة الروم هذه إلى المعالج الميكروي. فيعني وظائف هذا البرنامج الصغير هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن اختبار الذاكرة، هل يعني ذاكرة الرام كم موجود، هل موجود أقراص صلبة، هل يعني هل موجود مشغل أقراص إلى آخره. وبعدها عندما يكون يعني الأمر تمام يعني ما فيه مشاكل في الذاكرة الرئيسية ولا في القرص الصلب، يتم تنزيل برنامج ويندوز أو كما أقول بشكل عام نظام التشغيل سواء كان ويندوز أو لينكس من خلال أو من القرص الصلب إلى الذاكرة الرئيسية. إذا الذاكرة الرئيسية تلعب هذا الدور الأساسي لتحميل هذا النظام نظام التشغيل، يعني تعليمات كما تكلمنا قبل، تعليمات نظام التشغيل حتى تبدأ تشغل على المعالج الميكروي. وهذا إن نجحت هذه العملية فتسمى بالبوتينج أب. يعني في بعض المرات لا تنجح هذه العملية لأنه ممكن يكون فيه يعني مشكل في الذاكرة الرئيسية أو يكون مشكل يعني في القرص الصلب أو يكون مشكل في يعني في المواصفات الجهاز أو تثبيت الجهاز يعني configurations إذا إلى آخره، فلا تتم هذه العملية بسلام ويتوقف الحاسب. تتميز الذاكرة بالاحتفاظ بمحتواها، يعني خلافا لذاكرة الرام نرى أن ذاكرة القراءة فقط يعني حتى ولو كانت سعتها يعني قليلة إلا أنها تحتفظ بمحتواها، يعني هذا ما نسميه بالذاكرة الغير متطايرة، حتى ولو أطفي الجهاز يعني يبقى هذا البرنامج حتى نشتغل عليه مرة ثانية ومرة ثالثة إلى آخره. الشيء الثاني المهم بالنسبة لذاكرة القراءة فقط يعني كما يدل اسمها للقراءة فقط، لا يمكن الكتابة عليها نسبيا، أقول نسبيا لأن سنرى في السلايد القادمة بعض ذاكرة القراءة فقط التي يمكن الكتابة عليها، يمكن إعادة برمجتها بشكل ميكانيكي أو برمجي حسب نوع هذه ذاكرة القراءة فقط. ملاحظة أنه لا نهتم كثير حتى ولو سأعرض عليكم يعني بعض السلايدات على أنواع ذاكرة الروم في هذه المحاضرة، لا نهتم كثير بخصائص هذه الذاكرة لأن كمبتدئين يعني في الحاسب يعني في الاي تي 1 أو الاي تي 2 يعني لا تفيدنا في عملنا مع البرمجيات، يعني ليس لها علاقة بالبرمجيات. أنواع الروم، هناك ذاكرة البروم هذه ما يسمى بالبروغرامبل روم، وهي ذاكرة القراءة فقط كما ترون هنا، عبارة عن شريحة للقراءة فقط، وهذه تبرمج مرة واحدة فقط في حياة النظام، يعني عندما يصدر أو عندما يباع الجهاز تباع هذه الذاكرة بمحتواها. هناك النوع الثاني يسمى بالإيبروم أو الريزبل بروغرامبل روم، يعني هو عبارة عن روم ذاكرة القراءة فقط ولكن يمكن يعني محو محتواها والكتابة عليه من جديد، وهي نوع من الذاكرة تحتفظ ببياناتها عند انقطاع التيار مثل كل روم، وهي غير متطايرة طبعا، ويمكن حذف بياناتها بتعريضها لأشعة خاصة، هذه الأشعة الفوق بنفسجية، وتبرمج باستعمال أدوات إلكترونية خاصة. هناك نوع ثالث متطور أكثر
من الإبروم وما يسمى بالإي إبروم أو دبل إبروم ما يسمى بالإلكترونيك ريزبر بروغرام بروم هي نوع من الذاكرة تستخدم لتخزين البيانات لتهيئة الجهاز، وهي عبارة يعني هي محدودة نسبيا بالنسبة لعدد المرات الكتابة والحذف منها، ولكن تبرمج من خلال برنامج محدد، يعني لا يجب عليها استعمال أدوات إلكترونية، من خلال برنامج يمكن الكتابة عليها عن طريق الإشارات الكهربائية الصادرة من لوحة الأم أو من اللوحة المثبتة على لوحة الأم. فهذه الأنواع، ولكن كما قلت يعني لا نهتم كثير بها، ولكن يعني لا يضرنا أن نعرف هذه الأنواع من ذاكرة القراءة فقط. الآن النوع الثالث من ذاكرة الرئيسية هو ذاكرة التخبئة أو ما يسمى بالكاش، كاش ميموري. هذه الذاكرة متصلة بالمعالج الميكروي CPU وتمتاز بسرعتها الفائقة، يعني أسرع من الرام وأسرع من الروم حتى. ولكن طبعا ترون أنه هناك معادلة، يعني كلما كثرت السرعة كلما قلت السعة. ليه؟ لكي يبقى الجهاز في حدود المعقول، يعني كلما أردت أن أسرع الجهاز كل ما يجب علي أن أنفق يعني فلوس أكثر، ولكن لا يبقى يعني سعر الجهاز ممكن أن أخرج عن المعقول، يبقى الجهاز غاليا ولا يمكن شراؤه من طرف المستعمل البسيط. فأقول أن هذه الذاكرة هي عبارة عن ذاكرة أسرع وبسعة أقل، وتستعمل، المهم هو أنه تستعمل كوسيط يعني بين المعالج الميكروي وبين الرام، يعني أنه لا أمر على الرام مباشرة إلا عبر هذه ذاكرة الكاش. ففكرة الكاش ليه سميت بالكاش أو التخبئة؟ لأن هذه الذاكرة بطريقة ذكية تخبأ فيها التعليمات وحتى البيانات الأكثر استعمالا من طرف المعالج الميكروي. فعندما نرى انه عندما يرى هذا الجهاز وعندما يرى يعني هذه الذاكره انه تعليمه مثلا تعليمه جمع او تعليمه طرح او تعليمه افلاج كما تكلمنا في المحاضره السابقه تستعمل بكثره، فهذه التعليمه تخبأ داخل هذه الذاكره عوض ان ترجع الى الرام وتؤخذ من جديد من الرام. ليه؟ ايش هو السبب؟ لتسريع جهاز الحاسب ولتسريع العمليه. واقول وعند الحاجه لبيانات طبعا ممكن انه هذا البرنامج لا يستطيع ان يتوقع كل التعليمات اللي راح تجيه، فممكن مره على مره تجيه تعليمه او بيان جديد غير موجود في الكاش، فهنا يضطر طبعا الى 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 جلب هذه البيانات، سواء كانت تعليمات او سواء كانت يعني سواء كانت بيانات من ذاكره الرام. طبعا الوقت يكون شويه اكثر يعني، وكل هذه العمليه يعني الكاش هذه لتسريع يعني تسريع عمليه الحاسب. هناك ثلاثة أنواع من ذاكرة الكاش. فذاكرة الكاش المستوى الأول ما تسمى بالL1 سعتها تكون من 8 إلى 128 كيلو بايت، وهذه يعني ثمنها غالي جدا، لذلك نكتفي بهذا الحد يعني من السعة. وذاكرة يعني الليفل 2 أو المستوى الثاني فتكون من 64 كيلو بايت الى 16 ميجا بايت، هذا ما يسمى بالL2. وكل الL1 والL2 موجوده داخل تصنع داخل المعالج الميكروي. هناك نوع ثالث ما تكلمت لم اتكلم عليه في هذه المحاضره، ولكن لا باس ان اذكره، النوع الL3. هذا الليفل 3 من ذاكره الكاش يمكن تثبيته على لوحه الام ويمكن برمجته حتى يمكن ان يستعمل ككاش ثالث، يعني هو طبعا سريع ككاش ثالث، وهذا يعني سعته تمشي الى حوالي 128 ميجا بايت. فهذه الانواع الثلاثه من ذاكره الكاش، وهذه الفوائد المرجوه من ذاكره الكاش كما قلنا ان الفوائد انها تسرع عمليه الحاسب او المعالج الميكروي من خلال تخبئه التعليمات والبيانات الاكثر استعمالا حتى يمكن جلبها يعني بسرعه، وكما قلنا انه سعرها يكون غالي جدا، لذلك فان يعني السعه التي نضعها هي السعه التي نضع او تصمم داخل الجهاز تكون قليله نسبيا. ملاحظه، عندما نحجز ذاكره الرام يتم تخزين البيانات الغير المستعمله فيها بمكان مخصص على القرص الصلب، طبعا يسمى بالذاكرة الافتراضية. هناك ذاكرة ثالثة يعني ممكن تعتبر أنه كاش ثالث أو كاش رابع ما يسمى بالفيرتشوال ميموري، وهذا يمكن برمجته من خلال الواجهة من ويندوز، وهذا عبارة عن مكان تضعه على القرص حتى يمكن يعني عند الحاجة عند نفاذ
عند 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 نفاذ الذاكرة كلها ممكن أن يذهب إلى القرص الصلب ويأخذ منه هذه البيانات. طبعا القرص الصلب كما قلنا السرعة بتاعه يعني بالملي ثانية. أما الذاكرة هذه حتى الذاكرة يعني الـ L1 أو الـ L2 نتكلم على النانو ثانية يعني جزء من المليار. فترون أن هنا طبعا إذا سوينا هذه العملية فإن نبطئ نوعا ما جهاز الحاسب، ولكن هذا عند الحاجة، هذا قلنا عند حجز كل الذاكرة يعني عندما لا تكفي الذاكرة. فلذلك يعني ينصح أنه في شراء جهاز تكون الذاكرة يعني مناسبة، ما أقول يعني ذاكرة قوي كبيرة جدا حتى تخرج من يعني تخرج من المعقول من ناحية السعر، وأيضا حتى يستعملها جهاز الحاسب. فهنا ملاحظة مهمة، يعني تكلمنا في السلايد اللي قبل تكلمنا عن حدود 4 جيجا بايت. ليه حدود 4 جيجا بايت؟ لأن الذاكرة حتى يمكن استعمالها يجب أن يكون عندنا وسيلة لعنونتها يعني إعطائها العنوان. فهذا يعتمد على سعة الباص أو سعة النواقل. فسعة النواقل المتداولة الآن يعني الأجهزة القديمة أو الأجهزة المتداولة اللي لسه ما زالت مثل الأجهزة اللي نستعملها الآن هي حوالي 32 يعني سعة 32 بايت. فموجود الآن يعني أنظمة تشغيل 64 بايت، وموجود ايضا اجهزه الان مثل الاي 7 والاي يعني مثل الاي كور هذا الاي 5 والاي 7 ممكن ان يستعمل هذه سعه الباص. في هذه الاجهزه بالذات يمكن ان نتجاوز حدود هذه ال 4 جيجا بايت. يعني اقول اذا كان عندك جهاز يعني 32 بايت سعه الباص فيعني لا داعي لشراء ذاكرة أكثر من الأربعة جيجا بايت، لأن الجهاز لأن نظام التشغيل والبرمجيات اللي تشتغل عليه لا تستعملها أبدا. فهذه هي الفكرة. نتكلم عن النوع التالي من ذاكرة رئيسية، وهو ذاكرة الوميض أو ما يسمى بذاكرة الفلاش. هي عبارة عن ذاكرة غير متطايرة طبعا مثل ذاكرة الروم، أي أنها لا تحتاج إلى استمرار وجود تغذية كهربائية، ويعني تخزن فيها البيانات على شكل كتل. الفرق ما بينها وما بين الذاكرة الأخرى ذاكرة الروم يعني هو هذه خاصية الكتل، يعني إن عندما أنت تريد أن تمحي أو تمحو يعني كل الذاكرة تمحى بعملية واحدة، يعني لا تحتاج أنك تمشي على كل المواقع وتمحيها واحد واحد، يعني تبدل الواحد بصفر، فهذه يعني عملية ممكن تأخذ وقت. فهذه ذاكرة الفلاش يمكنك مسحها يعني في خلال يعني ستيب واحد أو في خلال مرحلة واحدة. هذه الذاكرة تمتاز بسرعتها الكبيرة، طبعا تكون أقل من سرعة الذاكرة دي رام كما سنتكلم عنه، ولكن سرعتها يعني كبيرة. تمتاز كذلك بمقاومتها للصدمات والحرارة، وتستعمل في تخزين نظام التشغيل نظام المدخلات والمخرجات الأساسي ما يسمى بالبيسك إنبوت أوتبوت سيستم. هذا البرنامج اللي تكلمنا عليه الذي يوجد في الروم، وممكن الذي يعني يتم تشغيله في أول مرة عندما يستنهض جهاز الحاسب. تستعمل ايضا هذا النوع من الذاكره يعني ذاكره المواميض، تستعمل ايضا في الهواتف النقاله والكاميرات الرقميه والطابعات لحفظ يعني لحفظ البيانات. فترون انتم عندما انت تطبع مثلا من خلال ويندوز، ويعني حتى يمكن يعني ترك الجهاز ذاكره الجهاز حتى لا نستعمل ذاكره الجهاز حتى تستعمل لعمليات اخرى، فتنزل هذه بيانات الطباعه داخل ايه؟ داخل ذاكره الطابعه، وذاكره الطابعه هي من نوع ذاكره الفلاش. فيمكن يعني ان الطابعه تستمر في الطباعه حتى ولو انك اطفات الجهاز، يعني حتى لو انك او استعملت الذاكره الموجوده في الجهاز لمهمه اخرى. اذا عند انقطاع التيار الكهربائي كل البيانات الموجوده على انواع كل انواع الذاكره المتطايره يمكن يعني تتطاير وتفقد. لذلك ينصح بحفظ العمل الذي يقوم به المستخدم بين فتره واخرى، وان اصبحت يعني وان البرمجيات اصبحت تقوم بحفظ تلقائي، يعني موجود يعني بعض الذكاء في البرمجيات الان مثلا ترون في معالج النصوص، فهو يحفظ مره على مره يعني هذه البيانات حتى ولو انقطع التيار الكهربائي يبقى الملف ممكن انك تسترجعه فيما بعد. قد تعطى بعض الملفات الخاصة بالبرمجيات أو نظم التشغيل التي يتم العمل عليها يعني في هذه الفترة بالذات التي ينقطع فيها التيار، وبعد عودة التيار طبعا يشغل الجهاز من جديد، فيتم فحص القرص الصلب بواسطة برامج خاصة مثلا برنامج سكان ديسك
بشكل أوتوماتيكي حتى يمكن كشف كل الأخطاء الموجودة على القرص الصلب وتصحيحها إذا كان بالإمكان تصحيح من طرف نظام التشغيل. لتقليل من أثار انقطاع التيار الكهربائي يجب استخدام معدات خاصة ما تسمى ب يعني نوعان من المعدات، إما المنظمات أو المصفيات، هذه التيار الكهربائي التي تزود الحاسب بتيار ذو موجات منتظمة كي لا تتعطل مكونات الحاسب، أو أنك استخدام مزودات الطاقة، هذا ما يسمى باليو بي اس أو انترابتد باور سبلاي، والتي تضمن للحاسب استمرارية في مدة زمنية قليلة يعني تكون حوالي ربع ساعة، وجود يعني في حالة يعني انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة تقوم هذه الأجهزة ب يعني بتزويد الحاسب الجهاز بالتيار الكهربائي كما كان يعني تيار 220 الذي كان يعني مخزن في البطاريات الموجودة بهذا الجهاز. الآن نتكلم عن تمثيل البيانات في الذاكرة، يعني يتم تخزين البيانات، يعني كل البيانات كما تكلمنا قبل، يعني سواء البيانات الشخصية مثل البيانات البيومتركية لشخص أو بيانات الملف الطبي الموحد أو يعني بيانات الطلاب وحتى يعني أقول البرامج الموجودة يعني هذه التي تشغل من طرف نظام التشغيل وحتى نظام التشغيل نفسه يعني. فقلنا للتقليل من أثار التيار الكهربائي يتم استخدام نوعان من الأجهزة، إما المنظمات والمصفيات هذه بتاع التيار الكهربائي التي تزود الحاسب بتيار يعني كهربائي ذو موجات منتظمة حتى لا تتعطل مكونة الحاسب، أو استخدام مزودات الطاقة هذه التي تضمن للحاسب تزويده بتيار كهربائي في مدة زمنية قليلة نوعا ما يعني كافية لحفظ كل البيانات، وهذه المدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة والمتوسط هو 15 دقيقة، يعني تكون تقريبا كافية لحفظ هذه البيانات. ويمكن أيضا برمجة هذه الأجهزة، موجود يعني الأجهزة الموجودة الـ UPS هذه الموجودة حاليا فيها يعني منفذ متسلسل يعني سيريال بورت، ممكن ربطه بالجهاز وعندما ينقطع التيار وعندما يبدأ يزود الجهاز الحاسب بالتيار الكهربائي ممكن يصل إشارات عبر هذا المنفذ أو عبر هذا القابس إلى الحاسب حتى تبدأ البرامج بتشغيل نفسها بشكل تلقائي لحفظ كل البيانات التي يشتغل عليها المستخدم، وبعدها يعني إطفاء الجهاز أو توقيف الجهاز بشكل نظامي. فهذه الأجهزة التي ينصح باستعمالها. بالنسبة لتمثيل البيانات في الذاكرة، فيتم تخزين البيانات كما قلنا، البيانات بشكل عام سواء كانت بيانات طلاب درجات طلاب، البيانات البيومتركية الموجودة على مثلا على هذه البطاقات بما فيها يعني بصمة الأصبع وكذلك يعني الصوت كذا إلى آخره وصورة الشخص، وكذلك مثلا بيانات طبية، هذه كلها تستعمل أو تخزن في الذاكرة على شكل يعني باستخدام نظام التمثيل الثنائي، أي تمثيلها بالرمزين واحد وصفر بس، يعني فقط يعني ما في شيء آخر إلا سلسلة من الأرقام واحد وسلسلة من الأصفار. يدعى كل من هذين الرمزين بالبت، وبالإنجليزي يعني هو اختصار لكلمة باينري ديجيت، ناخذ البي الأول ونأخذ الآي الثانية والتي الأخيرة. تدعى كل سلسلة من 8 بتات أو 8 بت بالبايت، يعني 8 بتات هي سلسلة من 8 بتات تسمى بالبايت، يعني البايت هو سلسلة من 8 بتات. الآن يمكن تمثيل الحروف، كيف يعني يمكن تمثيل الحروف؟ الأرقام ما في مشكلة، يعني أي رقم طبيعي، ولا حتى رقم كما سنرى في آخر المحاضرة حتى كان رقم مؤشر، يعني الأرقام السالبة ممكن تمثيلها بنظام العشري، وبعدين ممكن نحولها إلى النظام الثنائي باستعمال هذا البت واحد وصفر. ولكن بالنسبة للحروف فالحاسب ليس فقط يحسب فقط الأرقام، فموجود في البيانات كما قلنا الحروف، مثلا الحروف اللي تدخل في تكوين اسم الشخص أو ملفه الطبي أو بياناته الطبية، وكذلك الرموز على شكل بايتات، يعني على شكل 8 بتات، وفقا لجدول
ما يسمى بجدول الآسكي أو ما يسمى بمقياس الشفرة الأمريكية لتبادل المعلومات. يعني بما أنه يعني بدأ الحاسب يشتغل بشكل يعني بشكل عالمي، فكان يجب علينا أنه نسوي جدول حتى يتفاهم عليه كل الناس. وهذا الجدول الأول يعني اللي استعملوه هو الآسكي أو ما يسمى بالأمريكان ستاندرد كود فور إنفورميشن إنترشينج، وما يسمى ب يعني الآسكي أو مقياس الشفرة الأمريكية. فترون أن مثلا حرف الآي مثلا عنده رقم معين، وحرف البي الكبير عنده رقم معين إلى آخره. وهناك أيضا طبعا بعض الجداول الأخرى مثلا يونيكود التي توجد فيها الأحرف العربية وحرف كل اللغات، مثلا الأحرف الصينية وكل اللغات الموجودة الأوروبية بما فيها والأسيوية وحتى اللغة العربية موجودة في هذه الجداول. إذن يستعمل البايت لقياس سعة الذاكرة. فسعة الذاكرة نحسبها بالبايت، فنتكلم على الكيلو بايت، ونتكلم على الميجا بايت، ونتكلم على الجيجا بايت، ونتكلم على التيرابايت. يعني الميجا بايت أو الكيلو بايت هو 1000 بايت، صح؟ والميجا بايت هو 1000 كيلو بايت، ونبدأ نمشي كل مرة بألف كما سيوضح الجدول الذي يأتي بعد هذه الشيء. فنرى هنا أن البايت هو الوحدة الأساسية الذي يحتوي على 8 بت، والبت هو عبارة عن 1 و0، يعني الديجيت 1 و0. فالكيلو هو عبارة عن 1024، يعني احنا نقوله 1000 ولكن هو في الواقع 1024. لتسهيل الحساب نقول 1000، يعني نحذف هذه 24، ويعني هو 2 أس 10. الميجا بايت هو عبارة عن 2 أس 20، يعني هو حوالي مليون، يعني مليون بايت، يعني 1000 كيلو بايت. والجيجا بايت هي عبارة عن بليون بايت، يعني 1000 ميجا بايت. والتيرابايت طبعا تأتي حوالي تريليون بايت، يعني 1000 جيجا بايت تسمى بالتيرابايت. وبعدها من يدري يعني في المستقبل سنتكلم، الآن طبعا نتكلم على التيرابايت، وفي المستقبل سنتكلم يعني مع تعدد الوسائط طبعا نتكلم عن البيتابايت اللي هي حوالي 1000 تيرابايت، ونتكلم عن الإكزابايت أيضا اللي هي 1000 بيتابايت، ونتكلم عن الزيتابايت اللي هي عبارة عن 1000 إكزابايت، وفي الأخير وإن شاء الله يكون هذا هو الأخير يعني اليوتا بايت هو عبارة عن 1000 زيتا بايت. فترون هنا أنه يعني الوحدات موجودة، وتنتظر التكنولوجيا يعني تتقدم يوما بعد يوم حتى تصبح كل هذه يعني الوحدات ممكنة، ونتكلم عنها بسعر معقول. الآن نتكلم عن النوع الثاني من الذاكرة. في الأول تكلمنا عن الذاكرة الرئيسية، وذكرنا كل أنواع الذاكرة الرئيسية من رام وروم، وتكلمنا على كل أنواع الروم، وتكلمنا عن الفلاش، وتكلمنا عن ذاكرة الكاش، وتكلمنا عن ذاكرة الفلاش. الآن نتكلم عن الذاكرة الثانوية أو ما يسمى بالسكندري ستورج. هذه الذاكرة تخزن فيها البيانات على شكل ملفات عادية، وتحتوي على البرمجيات، والملفات كما قلنا البيانات بشكل دائم بعد نقلها أو تنزيلها من الذاكرة المركزية. فيعني أن هذه الذاكرة غير متطايرة، وسعتها تكون كبيرة جدا، ويعني سعرها طبعا يكون أقل من سعر ذاكرة الرام أو الذاكرة الرئيسية. فهذه الخصائص يعني هي طبعا أقل سرعة من الذاكرة الرئيسية في تخزين البيانات واسترجاعها. هناك أنواع مختلفة من الذاكرة الثانوية، ولكل وسط تخزين منها، يعني كل ذاكرة من هذه الأنواع الذاكرة الثانوية يوجد ما يسمى بمشغل درايفر أو مشغل خاص أو درايف، فتوضع فيه من قبل استخدامها. الآن من أنواع الذاكرة الثانوية نتكلم عن الأقراص المغناطيسية ومشغلة الأقراص. فالقرص المغناطيسي عبارة عن طبقات مكونة من مسطحات من الألومنيوم أو البلاستيك، ومغطاة بمادة مغناطيسية مثل أكسيد الحديد. هذا بالنسبة للتكنولوجيا صناعتها، وهي قديمة جدا يعني، يعني فقط أنه في الأيام الأخيرة أو في السنين الأخيرة بدأت سعتها تبدأ تكبر، وسعرها أصبح يقل يعني، وحتى يعني حجمها أصبح يقل كل يوم بعد يوم. فأنا أذكركم بالأيام التي كنا نشتغل فيها، صار لها يعني حوالي 20 أو 30 سنة، اي بي ام كان موجود، يعني القرص الصلب هذا بتاع الاي بي ام اللي مستعمل مع المين فريم، فأقول حجمه حجم غسالة الموجودة الآن، وسعتكم حوالي 40 ميجا بايت بس،
يعني هذا جهاز يستعمل يعني مع أجهزة ثانية للتبريد والحفاظ على عليه من الغبار كذا. فترون أنه الآن قرص بسيط جدا يوضع في الجيب يعني فيه 1 تيرابايت أو أكثر. فترون أن التكنولوجيا تتقدم بشكل سريع جدا، وكل الوحدات التي تكلمنا عنها ممكن يعني تكون واقعية وتكون يعني حتى في المستقبل القريب إن شاء الله. فلقراءة وكتابة البيانات تحتاج الأقراص إلى مشغل القرص ما يسمى بالديسك درايف، هذا تحتوي على رأس القراءة والكتابة عليه كل الميكانيزم هذا، لأن هذا الأقراص تتحرك بشكل ميكانيكي. وكما تكلمت قبل وممكن أن نربط هذا مع ذاكرة الرام، فقلنا أنه سرعته أقل. ليه؟ لأن ناجم هذه السرعة، قلة السرعة تنجم عن الحركة الميكانيكية. فمثل الرام مثلا، نتكلم عن الرام أو الروم أو كل أنواع الذاكرة الأخرى، حتى ذاكرة الفلاش لا توجد فيها قطعة ميكانيكية. أما هذا ففيه حركة دوران وفيه رؤوس تقرأ وكذا، فتعرفون أنه هذه حتى ولو كانت سريعة يعني يبقى فيها تعطيل ويبقى فيها يعني ضياع وقت. يحتوي سطح القرص على حلقات تسمى بالمسارات تراكس، وتجزأ المسارات إلى عدد ثابت من القطاعات ما يسمى بالساكترز، والمتساوية في سعة التخزين تخزن البيانات عليها. فلو سمحتم استعمل فقط بس هذا المكان هذا حتى نشوف هنا المسارات يعني كذا. فهي عبارة عن دوائر تبدأ من الصفر وتمشي إلى 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 آخر دائرة. فهذا ما يسمى بالمسارات يسمى بالتراكس، والساكترز بالنسبة للقطاعات هي عبارة عن زاوية فيها يعني زاوية بدايتها ونهايتها. فهذه عبارة عن تنظيم هذه يعني الذاكرة الثانوية كيف يعني كيف تكون. فالبيانات على القرص الممغنط يعني تخزن في مواقع تسمى بالعناوين، يعني كل من هذا التراكس هذا عنده عنوان، يعني يجب أن يكون عندنا السطح، رقم السطح، وكذلك رقم المسار، وكذلك رقم القطاع، حتى يحدد البرمجيات هذه درايفرز حتى يحدد موقع القراءة، ومن ثم ينزل الرأس القراءة ويقرأ هذه البيانات بشكل متوازي. فكل يعني الآن نتكلم عن القرص الصلب بشكل أدق، يعني هو عبارة عن أهم وسيط تخزين يعني بالنسبة للسرعة وكذلك السعة. يعني السرعة يعني نسبيا ما نتكلم عن بالنسبة للسرعة، لأننا يعني نقاط أنفسنا نتكلم عن السرعة بالنسبة للرام. فالسرعة تقدر بالملي ثانية يعني مقارنة مع النانو ثانية، يعني سرعة الوصول اللي هي 1 مليار من الثانية، فنتكلم عن 1 من 1000 يعني. ويحتوي السعة أيضا كبيرة ممكن أن تكون مئات الجيجا بايت حاليا. فتوجد هذا القرص الصلب داخل وحدة نظام، ولا يحتاج للتيار الكهربائي للاحتفاظ طبعا بالبيانات، يحتاج للتيار الكهربائي بس لتشغيل هذا المحرك، يعني زائد ناقص 12 فولت زائد ناقص 5 فولت حتى ممكن أنه يحرك هذا الجزء الميكانيكي. أما عند انقطاع التيار الكهربائي فتبقى قلنا هي ذاكرة غير متطايرة، وتبقى طبعا البيانات محفوظة إلى حين أنه تشغلها مرة ثانية. يتكون من مجموعة أقراص ممغنطة في تعليب خاص، يمكن إضافة أقراص صلبة من الداخل أو الخارج، هذا ما يسمى بالإنترنال هارد ديسك أو الإكسترنال هارد ديسك، الآن ممكن حتى نشغله على منفذ اليو اس بي. والسعة تصل يعني في 2010 أقول تقريبا إلى 500 جيجا بايت، وممكن في أواخر 2010 يعني موجودة 1 تيرابايت يعني بدون تيار كهربائي، يشتغل بس على منفذ اليو اس بي. فهذه صورة عن الصفائح التي تكلمنا عنها. هذا السيلندر، يعني السيلندر هو عبارة عن الأسطوانة هذه، يعني عندما أنا أخذ مسار معين وأرسم كذا بهذا الشكل يعني أحصل على سيلندر أو على أسطوانة. إيه الأسطوانة؟ يعني في كل منها يعني سطح معين، فهذا السطح الأعلى وهذا السطح الأسفل إلى آخره. فترى أن حركة الرؤوس تشتغل بشكل متزامن، وحتى البيانات تشغل بشكل يعني منظم حتى يمكن قراءتها في نفس الوقت عند دوران هذه الأسطوانة أو دوران القرص الصلب. فترى هنا تراك، هذا هو المسار، شايف كيف؟ وترى هنا السيلندر، يعني هو مجموعة من المسارات. فهنا نرى صور للقرص الصلب. فهنا
ترون يعني الجهاز من الداخل، ترون هنا هذا الرأس هذا، وترون هنا الجزء الميكانيكي هذا الذي يتحرك، وترون المحرك هنا موجود كذا إلى آخره، وموجود الاتصال ب يعني بالكهرباء، وحتى يمكن تشغل هنا ترونه من الخلف، ترونه من الخلف، فترون كل الدوائر يعني الدوائر الإلكترونية الموجودة التي لا يمكن التشغيل إلا بها حتى تنظم هذه الحركة ونقل البيانات من وإلى القرص الصلب. وهنا ترون يعني بشكل يعني بشكل ثلاثي الأبعاد ترون داخل الموجود داخل هذا القرص الصلب. وهنا طبعا ترون شكل افتراضي لتوضيح الأسطوانات وتوضيح القطاعات ما يسمى بالساكتر وتوضيح التراك بما يسمى بالمسار. أوكي. وهنا ترون يعني حتى نبقى في حدود الـ يعني الـ 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 الوحدات الأساسية، هنا ترون شعرة إنسان، يعني هذا هو حجم الشعرة. وهنا ترون قطعة غبار يعني مجهرية طبعا، شايف كيف؟ وترون هنا سطح السيلندر أو سطح المسار الذي تكتب عليه البيانات، وترون هنا رأس القراءة أو الكتابة. فهذه حتى ترون يعني الأحجام بشكل يعني مقارن، يعني شوفوا شعرة الإنسان يعني بالنسبة لقطعة الغبار وبالنسبة للسطح الدقيق، هذه الـ أقول اللاير أو هذا يعني الـ الـ السطح الموجود أو هذا التغليف الموجود الذي المغناطيسي الذي تسجل عليه البيانات. يلا هذه يلا بسم الله لك الفضل. فنتكلم عن النوع الثاني من الذاكرة الثانوية، ونتكلم عن الأقراص المرنة، هذا الفلابي ديسك، فهي عبارة عن وسط تخزين ممغنط ومغلف بعلبة بلاستيكية ويحتوي على سطح أو سطحين. فصغير الحجم يعني القطر بتاعه 3.5 إنش، وحجم التخزين فيه يكون إما بسيط على شكل يعني 720 كيلو بايت، أو يعني مكثف أو مكثف يصل إلى حين 1.4 أو حتى 2.8 ميجا بايت. فهذه الأقراص المرنة أصبحت يعني في الزوال كما يعني تلاحظون. وليه سميت بالمرنة؟ لأنها قبل يعني قبل ما تضعها داخل هذا الغلاف البلاستيكي، الآن هي عبارة عن غلاف بلاستيكي يعني مقاوم، ولكن قبل في الأيام الأولى من الكمبيوتر كانت عبارة عن مرنة ما يسمى بفلابي حقيقة، يعني غلاف بلاستيكي مثل الورقة، ويعني تدخل داخل مشغل الأقراص. فتطورت أصبحت يعني غلافها البلاستيكي يعني حجمها أصغر، لأن قبل كانت 5.25 إنش، أصبحت 3.5، يعني صغروا حجمها. وكذلك قبل كانت حوالي، أنا أقول في أول أيام الكمبيوتر، أول أيام الاي بي ام بي سي، أنا أقول في السنوات مثلا 80 كانت حجمها يعني سعتها 360 كيلو بايت. هذا يعني كان نحفظ فيها الأشياء وكذا الأخير. فترون أن هذه السعات أصبحت الآن تافهة في أيامنا هذا. فلذلك أقول أن الأقراص المرنة هذه يعني أصبحت في الزوال، في طريق الزوال طبعا. فهي خفيفة الوزن يعني وسريعة العطب طبعا، ويمكن نقله بسهولة، إلا أنها تتأثر بالأشعة المغناطيسية. فلو كان عندك قرص مرن وتأخذه معك إلى المطار مثلا، فيمكن أن يعطب عن طريق بس يعني بمجرد المرور على جهاز سكانر، هذا اللي يعطي اللي يفحص الشخص أو يفحص معدات الشخص أو أغراض الشخص عن طريق الأشعة السينية. فهو رخيص الثمن كما قلنا، يعني وتبلغ سعته كما قلت 1.44، وممكن تصل حتى 2.8 ميجا بايت، ويستخدم لنقل ملفات. بطيء جدا طبعا مقارنة بالقرص الصلب، حتى مقارنة بذاكرة الفلاش اللي تكلمنا عنها، يعني اليو اس بي فلاش، يعني فيعني بطيء جدا. ليه؟ لأنه فيه حركة ميكانيكية يعني يتم تحريكه مثل القرص الصلب، ولكن بحركة أبطأ، وكذلك فيه رؤوس القراءة وكذا إلى آخره، ويتلف يعني مجرد الغبار وكذا الآخر يتلف بسرعة كما تكلم.
يمكن حماية القرص من الكتابة بتغيير زر بسيط موجود على القرص، فتحة بسيطة ما تسمى بالبوابة، فعندما تفتحها عندما تسكرها يعني يكون قابل للكتابة، وعندما تفتحها يكون غير قابل للكتابة. في الأجهزة المصغرة عادة يسمى مشغل القرص المرن بالآي والبي، لأن كان هناك يعني مشغلين للأقراص، فالذي يأتي الفوق يسمى بالآي، يعني عندما أنت تشغل نظام مثلا نظام أمس دوس فتكتب آي نقطتين يعطيك ما موجود في القرص المرن الأول، تكتب بي نقطتين بعدها وتضغط على زر انتر يعطيك إيه، يعطيك ما موجود في المشغل الثاني إذا كان فيه موجود طبعا قرص مرن. الشرائط المغناطيسية هذه زالت تماما وأصبحت يعني من الأشياء المحفوظة في المتاحف، هذه عبارة عن شريط بلاستيكي رفيع وطويل يمكن يصل إلى 2400 قدم، هذا مثل الأفلام هذه المسجلة، السعة طبعا محدودة جدا يعني حوالي 64 ميجا بايت، يعني في الأيام الأولى كانت هذه طبعا كانت سعة معتبرة وكان يعني ممكن، الآن أصبحت بأيامنا هذه يعني بالوحدات التي نتكلم عنها أصبحت تافهة جدا ولا يمكن يعني التكلم عنها، فكان يستعمل طبعا في الحواسب الكبيرة هذه، وقلنا كما قلنا أصبح ذو قيمة تاريخية بس يعني موجود في المتاحف، فهذه لا أحد يستعمل هذه الأشرطة الممغنطة الآن. فاستخدمت الشرائط المغناطيسية بكثرة في السابق قلنا كوسط تخزين ثانوي مع الحواسب الكبيرة في الأعمال، أما الآن بظهور الأقراص التي لها ميزات على الأشرطة فقد أصبحت أوساط الاحتفاظ بنسخ احتياطية للكميات الكبيرة، أي تخزن فيها نسخ من الملفات الهامة لاسترجاعها في حالة فقدان الملفات على الأقراص أو إتلافها. الآن نتكلم على نوع جديد من الذاكرة الثانوية، ما يسمى جديد يعني نسبيا، ما يسمى بالقرص الضوئي المضغوط أو السيدي روم، هذا يستعمل أشعة الليزر في قراءة المعلومات التي يعني تسجل عليه، وتصل سعته إلى 700 ميجا، وهو قابل للقراءة فقط، يعني السيدي روم قابل بس للقراءة لا يمكن الكتاب عليه، يعني إلا مرة واحدة عندما يعني عندما نضع عليه البرمجيات أو شركة مايكروسوفت مثلا تضع عليه برنامج ويندوز فتكتب عليه مرة واحدة فقط، فلا يمكن إلا قراءته مرة ثانية ولا يمكن الكتاب عليه، فلا يمكن طبعا تغيير محتوى. هو صغير يعني الحجم يعني يعني البيت هذا هو عبارة عن التجويفات الموجودة داخل، يعني حتى تعرف يعني إيش هي الريزولوشن، يعني حتى نعرف كم يعني نصل إلى يعني السعة المرجوة، فيستعمل في تسجيل الملفات متعددة الوسائط الملتيميديا، ما نتكلم عن الصوت والنص والصورة والأفلام الفيديو إلى آخره، هناك نوعان منها يمكن تسجيل عليها باستخدام جهاز خاص، القابلة للتسجيل ما يسمى بالسيدي داش آر ما يسمى بالريكوردبل، وهذه طبعا ثمنها أغلى من السيدي روم، وكذلك القابل للتسجيل عدة مرات، فالسيدي آر تسجل عليها بس مرة واحدة، أما السيدي آر دابليو عندما تسجل ريد أن رايت، الأول ريد يعني تكتب عليه مرة، والثاني ريد أن رايت يعني تكتب عليه ريرايتبل تكتب عليه عدة مرات، فتتميز طبعا بسرعات مختلفة، فدائما نتكلم عن اكس 4 يعني مضروب في 4 مضروب في 16 مضروب في 32، وهذه عبارة عن وحدة مقارنة مع سرعة الصوت، يعني 4 مرات سرعة الصوت 16 مرة او 32 مرة، ولا طبعا اصبحت يعني 64 و 128 طبعا هذه سرعات يعني قديمة نوعا ما نسبيا. النوع التالي من الذاكرة الثانوية هو الأقراص الضوئية الرقمية، هذا DVD اللي أصبح الآن شائع جدا لأن ثمنه أصبح معقول، فهي نفس التقنية الضوئية يعني بواسطة الليزر للأقراص الضوئية المضغوطة، ولكن البيت يعني هذا الريزوليشن بتاعه تكون أصغر بكثير، يعني حتى يمكن تسجيل كميات كبيرة جدا عليه، يمتاز بسعته الهائلة فتقدر يعني بالجيجا بايت من 4.7 إلى 17 جيجا بايت، وطبعا يستعمل لتسجيل قلنا الوسائط المتعددة يعني متعددة الوسائط مثل أفلام الفيديو خاصة وكذلك الصور وكذلك يعني كل الوسائط متعددة الوسائط التي نريد أن نحتفظ بها. فالليزر الأزرق يستطيع تخزين هذا البلوراي ما يسمى بالبلوراي أو الليزر الأزرق يستطيع تخزين حوالي 30 جيجا بايت لأنه يعمل مع بيت أصغر بكثير من الليزر العادي.
النوع الآخر من الذاكرة الثانوية نتكلم عن الآن عن أقراص الزب، فتشبه الأقراص المرنة إلا أنها أثقل وأكبر وذات سعة كبيرة، ممكن تصل إلى 100 جيجا بايت، من 100 عفوا إلى 750 ميجا بايت، وتستعمل في الأرشفة. البطاقات الذكية، هذا ما يسمى بسمارت كارد، هذه عبارة عن هذه البطاقات التي تجدون عليها معالج ميكروي وتحتفظ فيها البيانات، وموجود بداخلها معالج ميكروي، إذن تحتوي على ذاكرة ومعالج رقيق وموقع تخزين دائم. هذه الموجودة على بطاقة الائتمان، إذا أمكن ممكن يعني أن أريكم فيها بعدين صورة. فتدخل في قارئ خاص لقراءتها وتعبئتها، تستعمل في الهاتف والصراف كما قلنا الاي تي ام، وبطاقة الائتمان الجديدة، يعني ممكن الائتمان القديمة هذه الفيزا غير موجود فيها، ولكن بطاقة الائتمان الفيزا والأمريكان إكسبرس الجديدة موجود، يعني هذه البطاقة الذكية، ويوجد على سطحها يعني معالج ميكروي صغير جدا، وهذا المعالج يعني يمكن تغذيته بالكهرباء من طرف قارئ هذه الكارد أو هذه البطاقات، ويمكن الكتابة عليه، ويمكن يعني تعديل البيانات عليه بشكل طبيعي. فيستعمل في كما قلنا خاصة في الملفات الطبية وبطاقات الائتمان وكذا. أقراص الفلاش هذه USB، هذه معروفة وشائعة جدا، فهي صغيرة الحجم ذات سعة كبيرة، حوالي 32 جيجا بايت ممكن أن تصل، يعني هذه بتاع الجيب، وممكن تصل حتى يعني 250 جيجا بايت، هذه كبيرة شوي. تدخل في منفذ USB وتستعمل في الحاسب وعدة أجهزة أخرى مثل المزودة بالUSB، مثل الكاميرات الرقمية إلى آخره. الآن لتقييم أوساط التخزين الثانوي يمكن ذكر المعايير التالية، هذه مهمة جدا. نتكلم الآن على المعايير كيف نقوم يعني وسائط التخزين الثانوية، هل هي مناسبة غير مناسبة إلى آخره. فأول شيء نتكلم عليه هو سعة التخزين، وهي عدد البايتات التي يمكن أن تخزن على أوساط التخزين، وتقاس طبعا كما قلنا بالميجا بالكيلو بايت، الميجا بايت، وبعدين الجيجا بايت، وبعدها بالتيرابايت. ملاحظة، يوجد برامج ضغط يعني كومبريشن، هذه البرامج تستغل الفجوات الموجودة داخل هذه البيانات، مثلا عندك سلسلة من الأصفار مثلا 30 صفر موجودة، فتوجد هناك خوارزميات دقيقة جدا حتى يمكن الرمز لهذه 32 صفر بس برمزين أو ثلاثة، وعند استرجاعها مرة ثانية يمكن استرجاعها إلى صورتها الأصلية بقراءة هذه الإشارات أو قراءة هذه الرموز واسترجاعها. فالآن موجودة مثل الوينزيب إلى آخره، هذه كلها يعني برامج تستعمل لضغط البيانات، فيعني ولكن هذه يعني تكون يعني تأخذ وقت شوي أكثر، فهذه يعني ملاحظة بالنسبة للستورج كاباسيتي أو بالنسبة للتخزين. فلا نتكلم عن البرامج، نتكلم عن صيغة التخزين الأصلية، يعني كم هي بدون أن تضغط. وقت الاتصال، المعيار الثاني المهم هو وقت الاتصال أو الأكسس تايم، وهو الوقت اللازم لتحديد موقع البيانات على وحدة التخزين، ويقاس عادة بالملي ثانية. قلنا هذه وسائط التخزين الثانوية تشتغل بمحركات وبقطع ميكانيكية، فلا يمكن إلا الكلام عن الملي ثانية، يعني جزء من الألف من الثانية. أما الذاكرة الرئيسية فقلنا بالنانو ثانية، حتى أذكركم يعني بالفرق الهائل أو الشاسع ما بين وقت الاتصال في وسائط التخزين الرئيسية ووسائط التخزين الثانوي. معدل النقل، المعيار الثالث هو ترانسفير ريت، وهو حجم البيانات المنقولة من وحدة التخزين الثانوي إلى الذاكرة الرئيسية أو بالعكس في وحدة من الزمن، وتقاس عادة بالميجا بايت في الثانية. يعني هذا معدل النقل كم يمكن أن يعني هو ليه؟ لأنه في طريقة ذكية ممكن يعني حتى أن ننظم الملفات بشكل معين، أو ممكن يعني أنه نتكلم على نقل يعني كمية معينة من البيانات في وقت معين، حتى تبقى هذه أيضا كمعيار مهم للنظر إليه عند شراء الذاكرة الثانوية. والموضوع الآخر وهو عبارة عن التكلفة، يعني المعيار التكلفة، وهي طبعا مرتبطة بالعوامل السابقة. وعلى سبيل المثال مشغلة الأقراص للحاسبات الصغيرة طبعا أقل من مشغلة الأقراص للحاسبات الكبيرة، فالتكلفة طبعا تدخل كمعيار من المعايير. المعيار الأخير وهو عبارة عن ما قبل الأخير عفوا، وعبارة عن الحجم سبيس، يعني حجم المكان الذي تأخذه. فهنا
تمكن الذاكرة كملخص يعني العمل على الملفات، تمكن الذاكرة الثانوية من تخزين كميات هائلة من البيانات في شكل ملفات دائمة، حيث لكل ملف اسم وامتداد حسب طبعا نظام التشغيل، يحدد نوعه مع أي برنامج يعمل عليه مثل الدات دوك مثل الدوكيمنت يعني هذه بتاع معالجة النصوص، وإكسل كما تعرفون بالنسبة لإكسل، ويتميز اسم الملفات عن بعضها البعض وتخضع العملية التالية: إنشاء الملف وتسميته وحفظه، هذا ما يسمى بعملية كرييت ونيمينج أو رينيمينج والسيفينج أو يعني الاحتفاظ به، كذلك نسخ الملف وتحريكه يعني ممكن حركه من مكان إلى مكان يعني الكابي والموف والديليت حسب طبعا نظام تشغيل المستعمل، لكل منه يعني تعليمات خاصة، استرجاع المعلومات من الملف وتحديثها يعني ريتريف اند ابديت، كذلك عرض الملف على الشاشة وطباعته إما ديسبلاي على الشاشة أو طباعته على الطابعة، وفي الأخير تنفيذ الملف من قبل نظام التشغيل. تحميل الملف من القرص إلى الذاكرة الرئيسية، هذا الأبلود لإمكانية نسخه من قبل الآخرين على الشبكة والعكس، تصدير الملف من برنامج إلى آخر، ضغط الملف كما كنا نتكلم على الكمبريشن على الوينزيب يعني ضغط الملف أو تصغير حجمه، كذلك من العمليات التي نجريها على الملفات حفظ الملف من العبث أو الفيروسات ما يسمى بالفايل بروتكشن. الآن نتكلم عن أداء الحاسب، يعني هذه هي الفقرة ما قبل الأخيرة. فأداء الحاسب طبعا مربوط ربط وثيق بوسائل التخزين هذه الرئيسية من جهة وكذلك الثانوية من جهة أخرى، فإن سرعة الحاسب لا يكفي فقط النظر إلى سرعة وحدة المعالجة الميكروية CPU مثلا، ترى CPU سريع ولكن إذا كان يعني سعة الذاكرة أو نوع الذاكرة المستعمل بطيء جدا فلا تنفع هذه السرعة، لأن المعالج الميكروي يعني ينتظر حتى يقرأ من هذا الوسيط وبعدين يكتب عليه فيبقى معطل حتى ولو كانت سرعته فائقة لا يستعمل السرعة التي يسوق بها. فقلنا يعني سرعة الإنجاز وحدة المعالجة المركزية وتتحدد بسرعة ساعة الحاسب، هذه الأول طبعا clock speed، كذلك سعة الذاكرة الرئيسية. ليه؟ لأن قلنا يا جماعة أنه لو أن سعة الذاكرة الرئيسية قليلة فهو يضطر على أنه يستعمل virtual memory أو الذاكرة المرئية فيعني أو الذاكرة الافتراضية عفوا، فيمشي إلى قرص الصلب ويستعمل كل هذه الوسائل الميكانيكية يعني بالملي ثانية ويرجع مرة ثانية فيبقى يتعطل كثير يعني وتبقى السرعة تقل والأداء طبعا يكون أسوأ. فلذلك نأخذ بعين الاعتبار سعة الذاكرة الرئيسية، كم عندي من ذاكرة رئيسية من السعة يعني كم عندي من الميجا بايت في يعني في الذاكرة الرئيسية، كذلك سرعة القرص الصلب لأنه إذا كان قرص الصلب بطيء فقلنا يبقى يعني التنزيل الأبلود أو داونلود يبقى أيضا بطيء جدا وهذا يؤثر سلبا على أداء الحاسب، كذلك سرعة النواقل هذا الباس سبيد وحتى يعني حتى سعة سرعة النواقل. فلو مثلا مشينا من 32 بيت يعني ال 64 بيت فطبعا يكون الجهاز أسرع، فسرعة النواقل وحتى نتكلم على السعة والسرعة في نفس الوقت، فسرعة النواقل لو كانت بطيئة تبقى المعلومات والبيانات تنتقل من وحدة المعالجة المركزية إلى الذاكرة أو إلى القرص الصلب عن طريق يعني هذه النواقل، وإذا كانت هذه بطيئة فستؤثر طبعا سلبا على أداء الحاسب. فسرعة النواقل هذه ممكن ذكر الخصائص التالية فيها: ناقل العناوين هذا اللي ينقل العناوين بتاع التعليمة أي من أين ماشية إلى أين ماشية، وكذلك ناقل البيانات هذا ما يسمى بالديتا باس، وكذلك ناقل التحكم أو ما يسمى بالكنترول باس. إذن النواقل عبارة عن ثلاث أنواع، ففي ناقل العناوين وفيه ناقل البيانات وفيه النوع الثالث هو ناقل التحكم، فهذه كلها يجب أن تكون سريعة حتى تؤثر إيجابا على أداء الحاسب. نواصل في أداء الحاسب. أيضا مما له تأثير على أداء الحاسب بطاقة الرسوم أو الجرافيكس أكسلريتر هذا الموجود حتى يمكن عرض الأوتبوت أو المخرجات بشكل سريع أيضا حتى لا يتعطل المعالج الميكروي حتى ينتظر هذا العرض. كذلك أيضا أداء الحاسب يتأثر سلبا بعدد البرامج المشغلة في الوقت الواحد، فإذا كان عندي عدة برامج مشغلة في نفس الوقت وعندي يعني معالج ميكروي حتى ولو كان سريع جدا وعندي يعني سعة ذاكرة يعني لا بأس بها، فلو كثرت البرامج المشغلة في نفس الوقت فيبقى يعني الجهاز كما تلاحظون يعني بطيء جدا ويمكن يعني توقيف
ويجب عفوا توقيف برنامج أو برنامجين وحتى ثلاث برامج موجودة حتى يمكن تسريع البرامج الأخرى. الآن نتكلم عن في آخر هذه المحاضرة عن الجزء الخامس أو الفقرة الخامسة وهي عبارة عن أنظمة التعديل. يعني كيف ننتقل من الباينري إلى العشري اللي الداسيمال والعكس؟ يعني كيف البيانات؟ احنا قلنا ان البيانات تمثل عن طريق البتات هذه 1 و0 شايفين، يعني هذه البتات 1 و0، هذه يعني تشوف البتات هذه مثلا هذا 1 وهذا 0 وهذا 0 عباره عن العدد الباينري 1 0 0، سلسله من عدد. فهذا ايش هو ما يكافئه في النظام التعداد العشري والعكس صحيح، فسنرى هذا. فخلينا نبدأ في الأول نظام حتى نفهم هذه الأنظمة، خلينا نبدأ نفهم في أو نراجع نظام التعداد العشري. ففي نظام التعداد العشري مثلا عندي 245، هذا 245، فيبقى يعني 5 مضروبة في 10 أس 0 زائد 4 مضروبة في 10 أس 1 زائد 2 مضروبة في 10 أس 2، فالناتج يكون يعني 2 في 100 يعطيك 200 صح، زائد 4 في 10 يعطيك 40، وزائد 5 في 10 أس 0 طبعا هو 1، 5 في 1 يعطي 5، فلو جمعنا هذه كلها حصلنا على العدد 245. هذا بالنسبة لنظام التعداد العشري. الآن نفس الشيء نطبقه بالنسبة لنظام التعداد الثنائي، ولكن نأخذ عوض أن نأخذ 10 أس 0 و10 أس 1 و10 أس 2 سنأخذ يعني 2 أس 0 نأخذ 2 أس 0 ونأخذ 2 أس 1 ونأخذ 2 أس 2. ففي هذا المثال 1 0 0 عبارة عن 1 مضروب في 2 أس 2 يعني 4، زائد 0 مضروب في أي عدد يعطي 0، زائد 0 مضروب في أي عدد يعطي 0، إذن هذا هو عبارة عن العدد 4. فخلينا نفتح صورة ثانية حتى أوضح لكم أكثر. ايه خلاص، فخلينا نبدا. خلينا نشوف يعني مثال يعني اشمل واوسع. فقلنا عندما تاخذ انت اي عدد مثلا تاخذ 1 مثلا، خلينا ناخذ مثال اكبر شوي، 1 0 مثلا 0 مثلا 1 0، هذا مكتوب بالنظام الثنائي. كيف نحول هذا الى النظام العشري؟ فنبقى طبعا هنا قلنا نبدا ب 2 اس 0 هو الواحد، وبعدين 2 أس 1، وبعدين 2 أس 2، وبعدين 2 أس 3، وبعدين 2 أس 4. فتشوف أن الأسس تصعد من الصفر إلى الواحد بالتسلسل 0 1 2 3 4. وممكن يعني الاستغناء على هذه 2 أس، فيمكن بس كتابة 1 ومضاعفته يعني إلى 2، ومضاعفة 2 إلى 4، ومضاعفة 4 إلى 8، ومضاعفة 8 إلى 16. شايف كيف؟ بعدين تضرب كل عدد هنا موجود مضروب في هذا المعامل. فبما انه هو يعني ثنائي فنتجاهل كل الاصفار ونبقى بس نجمع هذه الارقام الموجوده مقابل واحد، لاننا قلنا النظام الثنائي فيه بس الواحد والصفر، ف يعني الصفر مضروب في اي معامل يعطي صفر طبعا، فيجب بس يعني جمع الاثنين زائد 16 ويعطينا كم؟ يعطينا 18. اذا هذا هو العدد 18 عشري، نكتب عليه كذا، يقابله هذا العدد 1 0 من اليسار الى اليمين طبعا، يقابل هذا العدد. فلو عكسنا يعطي شيء ثاني، خلينا نعكسه مثلا، هذا يبقى لو عكسناه فيبقى هنا مثلا عكسه يبقى 0 مثلا 0 1 مثلا 0 1. فطبعا يبقى لي هنا 1 2 4 8، يبدأ 1 زائد 8 يعطي كم؟ 9،
فترون أنه هذا التسعة عفوا العدد تسعة فخليني أكتبه من جديد. فتسعة بالنظام العشري هو عبارة عن هذا العدد الثنائي أو السلسلة من هذه البتات 0 1 0 0 1. فترون أن نفس العدد عندما يعكس يصبح يعني مختلف. فخلينا نرجع للمثال هذا تكلمنا عنه. في أنظمة التعداد طبعا سنجري العمليات التالية: عملية الجمع وعملية الطرح طبعا وعملية القسمة، ولا نتكلم عن عملية الضرب لأن بس يعني نستعمل الجمع، يعني في هذا المقرر نستعمل بس الجمع وكذلك الطرح والقسمة، لأن القسمة تشمل الضرب وتشمل كل يعني كل هذه العمليات، العمليات الأخرى بسيطة. فالجمع إذا جمعنا البتات فسنرى أنه هناك أربعة حالات. الحالة الأولى هو 0 + 0 تعطي 0 طبعا، والحالة الثانية هو عبارة عن 0 + 1 أو 1 + 0 يعطي نفس النتيجة، والحالة الثالثة هي عبارة عن 1 + 1 تعطي 1 - 0. هذه هي العمليات الأساسية التي يجب تذكرها. وهناك أضيف لكم العملية الثالثة التي نحتاجها عمليا، هي عبارة طبعا ممكن استنتاجها منها، هو 3 وحدات تعطيك كم؟ تعطيك 11. يعني هذا طبعا ثنائي، عندما أقول 11 لا أقصد بها 11 20 بل أقصد بها 11 يعني ثنائي. فبالنسبة لعملية الجمع خلينا نأخذ أيضا مثال، خلينا نأخذ مثال قبل 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 من نمر إلى عملية القسمة. خلينا نأخذ مثال والله. نرجع إلى مثال لجمع عددين ثنائيين باستعمال القواعد الأربعة والقواعد الخمسة الموجودة. خلينا نأخذ مثلا 1 1 0 1 1 0 1 1 0 ونجمعها مع 1 1 0 1 1 0 1 1. فماذا نجمع؟ مثل ما نجمع الأعداد العشرية تماما، فنقول 1 + 1 يعطي كم بالنسبة للقاعدة الأولى؟ فقلنا خلينا نكتب لكم القواعد هنا حتى تذكرونها. قلنا 0 + 0 يعطي 0، 1 + 0 يعطي 1، و0 + 1 يعطي 1، وقلنا 1 + 1 يعطي العدد الثنائي 1 - 0، يعني هذا نسميه بالعشرة ثنائي، و1 + 1 + 1 يعطي لك 1 - 1. تمام؟ إذن هذا تطبق عليه القاعدة الرابعة، يعني 1 + 1 يعطيني 0 وأحتفظ ب وأحتفظ بواحد هنا. فهنا عندي الحالة كم؟ الحالة الأخيرة، يعني 1 + 1 + 1 تعطيني 1 وأحتفظ بالواحد الموجود هنا. فيبقى 1 + 1 + 0 ونفسه مثل 1 + 1 يعطيك 0 وأحتفظ بالواحد، وكذلك 1 + 1 يعطيني 0 والواحد، وبعدين في الحالة الأخيرة هذا يعطيني 1 - 1، وبعدين هذا يعطيني 0 - 1، وبعدين هذا يعطيني 0 - 1، ويعطيني 1 - 1 ويعطيني 1 - 0. إذن هذه هي نتيجة العملية باستعمال هذه القواعد البسيطة التي تكون بها. إذن يمكنكم جمع أي عددين ثنائيين باستعمال هذه الطريقة البسيطة. الآن لو أعطيتك 3 أعداد ثنائية كيف راح تسوي؟ فطبعا لو أعطيتك مثلا 1 1 0 1 1 0 1 1 أجمعها مثلا 0 1 1 0 1 1 وأجمعها مع مثلا أريد أن أجمعها مثلا مع 1 0 1 0 1 1 حتى لا ترتبك ولا تكثر عليك العمليات. فأنا أفضل أنك تقسمها إلى جزئين، يعني انك تسوي الجمع بتاع العدد الاول مع العدد الثاني وتحصل على هذا العدد، وهذا العدد تجمعه مع العدد الثالث وتحصل على العدد الاخير باستعمال نفس القواعد بدون ان تخرج الى قواعد معقدة وممكن يكون فيها احتمال خطأ.
فهذه هي الفكرة. لو أعطيك يعني جمع ثنائي لثلاث يعني لثلاث أعداد أو أربعة أو أكثر، فاستعمل طريقة التجميع، هذا ما يسمى بطريقة التجميع، يعني تجمع كل مجموعة من اثنين على حدة، وبعدين تبقى مجموع المجاميع إلى آخره. فهذه فكرة يعني حتى الآن. خلينا ننتقل إلى القسمة. فالقسمة طبعا معقدة أكثر من ولكن قبل ما ندخل القسمة خلينا نشوف يعني التحويل العكسي، نتحول من العدد النظام العشري إلى النظام الثنائي. فللحصول عليه يجب علينا أن نكتب مثلا هنا أريد أن أحول 45 العدد العشري، فقلنا يعني في القبل يعني أنه من التحويل من ثنائي العشري سهل بسيط، يجب بس كتابة هذه المعاملات 1 2 4 8 16 32، والعملية العكسية تتطلب قسمة عدة يعني سلسلة من العمليات القسمة. فمثلا هذا 45 أنا أريد أن أحوله إلى العدد الثنائي، كيف أعمل؟ أقسم 45 على 2 فيعطيني الناتج 22، وباقي القسمة هذا المكتوب بالأخضر هو 1 صح؟ لأن 22 مضروبة في 2 تعطي 44، أطرح 44 من 45 يعطيني 1. أوكي أستمر. طيب أقسم 22 على 2 يعطيني كم؟ يعطيني 11، ويعطيني هنا يعطيني 0 كباقي القسمة، هذا ناتج القسمة وخارج القسمة وهذا يبقى باقي القسمة. أقسم 11 على 2 يعطيني إيه؟ يعطيني 5، نفس العملية 5 في 2 10 والباقي يبقى 1، وبعدين 5 أقسمها على 2 تبقى 2 طبعا عفوا تبقى 2 تبقى 2 والباقي يعني ناتج القسمة 2 والباقي 1، وقسم 2 على 2 يبقى 1 وباقي القسمة يبقى 0. متى أتوقف؟ أتوقف عندما يكون ناتج القسمة ليس باقي القسمة، عندما يكون ناتج القسمة يساوي 0. فأقسم كمان 1 على 2 فناتج القسمة هو 0، لأن 1 أصغر من 2 ما يمكن أقسم يعني 1 على 2 يبقى 0، وباقي القسمة يبقى إيه؟ يبقى 1. الآن كتابة العدد، كيف نكتب العدد؟ فالأعلى أقصى يعني أقصى باقي قسمة يكون على اليمين والأسفل يكون على اليسار. فنكتب كده، نبدأ من 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 من, من الأسفل، يعني 1 0 1 0 1 0، شوف هنا 1 0، هذا بتاع هنا، والصفر اللي يجي مرة هو يستمر كده 1 1 1 إلى آخره، إلى أن نصل إلى هذا الواحد الأخير. إذن هذا العدد 45 عندما أسوي له كل هذه القسمات، هذه السلسلة من 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 القسمات، أحصل على هذا العدد الثنائي. يعني القسمة أنا أعرف أنكم تستطيعون تسوون القسمة بدون استعمال حتى الآلة الحاسبة. إذا كنت أنت تفضل الآلة الحاسبة، أنا دائما أقول للطلاب إذا قسمت عدد على 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 رقم على رقم وما في فواصل، يعني ما في فواصل، فأعتبر أن باقي القسمة هو صفر. وإذا وجدت فواصل، يعني كم تكون الفواصل؟ تكون نص. إذا كان فاصل 5 فتعرف أنه باقي القسمة ليس صفر بل هو 1، وأنت تحتاج باقي القسمة وناتج القسمة يعني عندما أنت تأخذ هذه الفواصل. فهذه طريقة التحويل من العشري إلى الثنائي. إذن الآن نعرف كيف نحول من الثنائي إلى العشري باستعمال هذه المعاملات، وتعلمنا كيف نحول من العشري إلى الثنائي باستعمال هذه القسمات أو هذه العمليات القسمة المتتالية. الآن ننتقل إلى عملية القسمة، كيف أقسم عددين ثنائيين على بعض؟ فهذه العملية طبعا أصعب من الجمع، ولكن تستعمل فيها يعني طبعا تستعمل فيها الضرب الذي هو سهل، وتستعمل فيها الطرح بشكل يعني تلقائي بدون ما تسوي طرح. فخلينا نقول مثلا عندي هنا كم، عندي المقسوم عليه عندي رقمين، فأنا أخذ رقمين على اليسار، يعني على اليمين عندي رقمين أخذ رقمين على اليسار، فأقول هل 11 أكبر، ما قسم يعني حقيقة، أقول هل 11 أكبر من، هل 1 1 أكبر أو تساوي 1 1 ولا أقل منه؟ لكانت أكبر أو تساوي لو وضعت 1 صح، لو كانت أقل منه لو وضعت 0. فمثلا هنا أضع 1 وأضع 11 هنا، وبعدين أطرح 11 من إيه؟ أطرح 11 من هذه بدون النظر إلى، يعني بدون النظر إلى
يعني بدون النظر الى الاعداد المتبقيه على اليمين. فاني اخذ هذا الواحد واحد مع الواحد واحد واقول ناتج الطرح ما بين واحد واحد وواحد واحد يعطيني صفر صفر. اوكي الان ايش اعمل؟ انزل العدد الموالي الذي ياتي على العدد الموالي عفوا الذي ياتي على اليمين من هذا العدد. فاجد واحد انزل واحد وبعدين اطرح السؤال اقول هل الواحد هذا اكبر او يساوي من 11 او اصغر اصغر او يساوي 11 او اكبر من 11؟ قال هذا طبعا اقل من 11 لا يمكن تقسيمه فاضع ايه اضع صفر هنا. تمام عندما اضع صفر هنا انزل العدد الذي يواليه فانزل الصفر مره ثانيه يبقى عندي كم 10 واطرح السؤال هل العشرة اكبر من 11؟ لسه هي اقل من 11 فاضع صفر ثاني هنا صفر ثالث عفوا يعني صفر ثاني يعني العدد الثالث يكون صفر مره اخرى. فالصفر هذا انزل ايه انزل هذا الواحد هذا اللي يجي بعد العشرة يجيني الواحد شايف كيف يجيني الواحد هنا وبعدين اقول ال101 يعني هنا فيه خلل في يعني في الضبط سنسوي مثال ثاني بعدين فاقول يعني يبقى عندي ال101 الان اصبح اكبر او يساوي ال11 فاسوي هنا واحد واستمر بهذا الشكل الى حين اخلص كل الارقام هذه الموجوده على اليمين. فاقول هذا المثال يعني هذا العدد الثنائي 110 كذا الى اخره تقسيم 101 هذا هي كنا فيه غلطة أيضا تقسيم 101 يعطيني كم؟ يعطيني هذا العدد ويعطيني باقي القسمة 100 هذا مثال ثاني. خليني شو أما هذا 1 1 1 0 1 تقسيم يعني هذا العدد فيعطيني طبعا يعطيني هذا الناتج وخارج القسمة ويعطيني باقي القسمة. خلينا الآن نشوفه مثال ثاني على القسمة ونخلص إن شاء الله. نعرف. فخلينا نسوي مثال كذا مثلا 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 حتى تفهمون وأقسمه على مثلا 101 مثلا هذا مثال جديد. فأقول كم عندي من رقم هنا؟ عندي ثلاث أرقام أخذ ثلاث أرقام فهل ثلاث أرقام هذه عفوا هل ثلاث أرقام هذه تكفي؟ تكفي طبعا الثلاث أرقام هذه تكفي ليه؟ لأن المية واحد تساوي 101 فطبعا يكون فمية واحد مع المية واحد يعني خارج القسمة يكون واحد واكتب 101 تحتها مباشرة وأطرح يعطيني كم؟ صفر 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 وأنزل الصفر فأقول الصفر طبعا أقل من المية واحد أنزل العدد اللي بعده الواحد برضو أقل أنزل الواحد هذا يبقى برضو أقل وبعدين أنزل العشرة يبقى العدد هذا 110 طبعا أكبر من 101 أو المية واحد فخارج القسمة يكون واحد وأطرح هذا العدد من هذا العدد يعني أكتب هنا أكتب 101 هنا عملية الطرح أقول الواحد من الصفر كم؟ واحد ثنائي. ليه؟ لأن بالنسبة للقاعدة الثانية تتذكرون أن واحد زائد واحد يعطيك كم؟ يعطيك 10 شايف كيف؟ والسلف يعني واحد زائد صفر واحد من 10 يعطيك واحد فأبقى يعني السلف واحد هنا وأقول يعني واحد زائد صفر كم؟ واحد من واحد يعطيني صفر صح؟ وبعدين الواحد من الواحد يعطيني صفر فيبقى لي الواحد هذا يبقى لي هذا الواحد هنا فأنزل الواحد هذا اللي بعده ويبقى ناتج القسمة هو خارج القسمة يبدأ صفر. ليه؟ لأن 11 أقل من 101 وبعدين أنزل الواحد هذا الأخير ويبقى كم؟ يبقى واحد وطبعا أطرح 101 واحد من واحد صفر صفر من واحد طبعا يبقى واحد والواحد من واحد صفر. إذن هنا عندي خارج القسمة هو 1 0 0 1 0 1 وكذلك ناتج عفوا باقي القسمة هو 1 0.
فهذه هي فكرة القسمة يا جماعة، بس يعني سهلة جدا، بس يجب عليك اتباع هذه المراحل. كل مرة تنزل واحد وتسأل السؤال هل هو أقل أو أكبر، حتى يمكنك أن تضع واحد أو صفر هنا، وبعدين تنقل نفس العدد تحت العدد هذا من دائما على أقصى اليسار طبعا، وتعمل طرح وتستمر إلى أن تحصل على يعني خارج القسمة، عفوا باقي القسمة أقل من العدد هذا، وإخلاص كل البتات هذه، كل البتات الموجودة تنتهي منها فتتوقف عملية القسمة. فهنا ننتهي إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم إن شاء الله، والذي نخصصه إن شاء الله للبرمجيات. وشكرا على حسن إصغائكم.